هذا يسأل عن طلب العلم، يقول يعني هل طالب العلم ما يبدأ بطلب العلم إلا بعد أن يحفظ القرآن؟ نقول لا، ليس بلازم، يبدأ بطلب العلم ولو لم يحفظ القرآن. إن كان حفظ القرآن فهذا أحسن، وإن لم يحفظ القرآن فيبدأ بطلب العلم ويقرأ القرآن من المصحف ولو من غير حفظ. نعم.